السلام عليكم، شلونكم؟ شو اخباركم شباب؟ معكم احمد من دولنجاريا، واليوم لكم فيديو وايد جديد اتمنى يعجبكم. فيديونا اليوم فيديو تعليمي عن لمعات كروت يوغي. طبعا اول ما بلشت لعبه يوغي كان عندنا خمس لمعات. اول شيء الكومن اللي هو الكرت اللي يكون ما يلمع، ما في ولا اي نوع من اللمعه غير الختم ولا نوبس هني من كونامي. الكروت هذه تكون اقل ندره بتاريخ يوغي. في غالبا في بعض المرات يكون في عندنا كومن بس يكون شورت برنت. طبعا الكومن شلون نحصله؟ اغلب الاحيان يكون موجود بالستارتر ديك او بالباكس، يكون اكثر كرت تحصل منه. يكون عندنا مثلا الكرت النادر او الكرتين النادرين بالباك، وبعدين باقي الكروت كلها تكون كومن، فعشان كذا يعتبرون اسهل الكروت تحصلهم. الا بعض الاحيان يكون في شورت برنت، اني مثلا بين ال 24 باك يطلع من الكومن هذا واحد. بس هذا يعني اغلب المعلومات عن الكومن. اما بالنسبه حق ثاني لمعه وراها على طول عندنا اللي هو الرير. الرير يكون نفس الكومن بالضبط، الكرت ما فيه لمعه ولا شيء، بس يكون الاسم فيه لمعه بالسيلفر. الكروت هذه كنا نحصلها من اول ما بلشت يوغي، يكون بالكرت فيه واحد، بالباك عذرا يكون فيه واحد، وغالبا هذول يكونون احسن من الكومنز وهم اندر منهم شوي. بس الحين يعني اسعارهم ما تكون وايد غاليه. بعد الرير على طول يجينا اللي هو السوبر رير. السوبر رير يكون الكرت كله يلمع بس لمعه خفيفه كذي، يعني مو وايد قوية اللمعة، بس يكون أندر من الكومن والرير طبعا، ولهم ندرة معينة. يعني حتى في وقت من الأوقات كان السوبر رير، يعني في بعض الأحيان كان سوبر رير من أغلى الكروت بالباكات، خصوصا إذا كانت كارت قوي وأثر على المتا مال لعبة يوغي. بس بيومنا الحالي كونامي شالت الريرز من الباكات الأساسية حق لعبة يوغي، وصار كل باك أقل شيء يقدر يطلع لك منه سوبر رير او اللمعه اللي فوقها اللي هي الترا رير. الالترا رير يكون نفس السوبر رير، الكرت كله يلمع، بس فوق هذا عندك الاسم مثل الرير بس هالمره بالذهبي. هذا اللمعه اسمها الالترا رير. هذه تعتبر ثاني اقوى لمعه بلعبه يوغي ايام قبل، حتى اقوى كروت في لعبه يوغي قبل انطبعت هاللمعه بدايه التاريخ، اللي هي كانت بلو ايز وايت دراجون ريد ايز دارك ميديشن. وايد كروت مشهورة انطبعت باللمعة هذه. وبعدين نروح حق أقوى لمعة بتاريخ يوغي اللي كانت أغلى كروت لعبة يوغي فيها، اللي هي لمعة السيكرت رير. السيكرت رير تكون أقوى لمعة بين الكروت، يكون الكرت كله هولو. أما بالنسبة حق الصورة يكون في الخطوط هذه مثل ما انتم شايفين، اللمعة هذه، ويكون الاسم سيلفر شوي. قبل يوغي كان البوستر بوكس واحد اللي هو ال 24 باك تحصل منه سيكرت رير واحد، وفي بعض الاحيان حتى ما تحصل. اما حاليا يكون في سيكرت ريرين بالبوكس، ولحين هذه يعتبر من اغلى كروت لعبه يوغي ليومكم هذا. يعني في بعض الاحيان الكروت تتجاوز سعرها فوق ال 150 دولار. من حاليا عندنا كرت هو البوت اوف بروسبرتي، واقرب شيء حق اقرب مثال حق سيكرت رير غالي. اما ب 2004 كونامي بلشت تطبع لمعه جديده اللي هي كانت الالتيميت رير. الالتيميت رير يكون الكرت صاير 3D، يعني مثلا لا ملمس معين. طبعا ب 2004 لما كونامي بلشت تطبع اللمعه هذه كانت تطبع مثلا نفس الكرت يكون في منه رير ويكون في منه الالتيميت رير، فمثلا تقدر تحصل كرت اللي تبيه سواء بسعر رخيص او تقدر تحصل منه نسخه تكون لمعتها جباره نفس ذي. بعدين نروح قدامها بعدها بثلاث سنين كرتون كان اسمه Tactical Evolution على جيل 5Ds، سوري The Duelist Genesis. كان عندنا الGhost Rare. هذا Tactical Evolution 2007 نزل أول Ghost Rare بتاريخ لعبة يوغي اللي هو كان Rainbow Dragon بجيل GX. أغلبكم تعرفون وحش Rainbow Dragon، اللي ما يعرفه أحط لكم صورته هني. Rainbow Dragon كان وحش جسي، وكان أول وحش نزل كغوست رير بلعبة يوغي. طبعا الغوست رير يكون الاسم نفس السيكرت رير. أما بالنسبة حق الصورة تكون مثل ما يسمونها اللمعة الشبحية، يعني مثلا في بعض الزوايا ما تقدر تشوف الصورة، وبعدين على حسب انعكاس الضوء تقدر تشوف الصورة بكامل تفاصيلها مثل ما تشوفون مانا هني. أوكي، ب 2008 نزل أول بوكس اسمه جولد سيريس 1، وعرفنا على لمعة الجولد رير. الجولد رير أغلب الأحيان تكون أطراف الكرت ذهبية والاسم ذهبي، ويكون يعني وايد متأثر باللون الذهبي بالنسبة حق الكرت. نزلت وايد كروت كانت صعبة المنال،
كسيكرت رايرز وسوبر رايرز والترا رايرز حتى فترة طويلة سوى لها شيء اسمه ريبرنت اللي هو عادة طباعة الكرت مرة أخرى عشان يصير أسهل يحصلون على بعض اللاعبين، وأغلب الحالات تنطبع بلمعة الجولد راير هذه. طبعا الجولد راير من 2008 ليومكم هذا كل سنة ينزل بوكس واحد يكون جولد راير. طبعا ب 2021 نزل لنا اللي هو عذرا 2020 نزل لنا اللي هو الماكسيموم جولد. طبعا الماكسيموم جولد يكون شوية مشابه حق الالتيميت راير، يكون الجولد فيه بارز شوي. طبعا بس عشان لا انسى معلومة اضيف لكم اياها من ناحية الالتيميت راير، الالتيميت راير وقفوهم بعد فترة بلعبة يوغي، وصار الطريقة حاليا الوحيدة اللي تحصل فيها الالتيميت راير اللي هي الاو تي اس باكس اللي هي الاوفيشال تورنمنت ستور باكس اللي تقدر تحصلها بس مجرد مشاركتك حق بطولات محلات لعبة يوغيو الرسمية. طبعا نروح حق اخر لمعة انزلت بسنة 2019 اللي هي اسمها ستارلايت رير. طبعا بعد ما كان عندنا كل هاللمعات قبل الستارلايت رير كانت الجوست رير اغلى لمعة واصعب لمعة تحصلها، كانت تقريبا بين ال 12 بوكس تحصل منها واحد بس. كونامي قالت خنضيف لمعة جديدة اسمها الستارلايت رير مثل ما تشوفون. يكون الكرت تقريبا مشابه حق السيكرت رير باللمعة من الصورة، بس بدل لا يكون خطوط من هالزاوية لهالزاوية يكون تقريبا على شكل الاكس او، والاطار يكون سيلفر والاطار الداخلي والخارجي كلهم سيلفر، واللمعة تكون تمشي على الكرت كلها. حاليا هذه تعتبر اغلى لمعة بلعبة يوغي، بلشت برايزنج رامبيج وكان من اشهر واغلى الكروت حزتها اللي هي أبولوسا بوف ذا جودس. تقريبا سعر أبولوسا حاليا مقارب $1,000. وليش اللمعة هذه وايد صعبة؟ طبعا خليني أعطيكم مثال. الستارلايت رير كل ما ينزل ست رسمي يكون في احتمال انه يكون في عدد الستارلايت ريرز المحتمل يحصلهم الشخص يكون 4 إلى 5. طبعا الستارلايت رير الواحد نسبة ان تحصله يكون 1 من 24 بوكس، وغير هذا ان انت ما تدري اي واحد من الخمسة او الاربعة ممكن تحصل. فيعني هذا كلها عوامل تساعد انه يكون بعض الستارلايت ريرز وايد اغلى من بعض، والشيء هذا هوايد له تأثير سلبي على القيمة الاقتصادية حق بعض الكروت. بس نفس الوقت في ناس مثل كولكترز يشوفونها ان استثمار وايد ناجح. فمثلا أبولوسا اول ما نزلت كان سعرها تقريبا $300 والحين وصلت 3 أضعاف سعرها، وهذا شيء وايد زين. وكل واحد ورايه طبعا من الناحية. وبس شباب يعطيكم العافية، اتمنى يكون الفيديو فاتكم وتعلمتوا منه وعجبكم، وان شاء الله ما قصرت معكم. واي استفسارات واي اسئلة لا تستحونوا بالكومنتس، ودورين قرية في خدمتكم، وإن شاء الله ما نقصر وياكم. يعطيكم العافية.